أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. هذه المناسبة هي مولد خير الأنام، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كاين يوم عالمي مهم في هذه الفترة هذه اللي هو يوم 20 نوفمبر، هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. شخصية اليوم من أبرز الشخصيات في عالم الإسلام، إنه أبو طالب. وش رأيكم ونحن في هذه المناسبة السعيدة، عمو يزيد رح يغني لكم أغنية المولد النبوي الشريف. يا أحبائي، إلى حبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائل تاعكم، ما عليكم إلى ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار أرى وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.